الجنسية، أنا أمينة من المغرب، أعاني من الكلف، أرجوك ساعدني، أرسلت إليك كتير. أنا أول مرة أقرأ الرسالة. عموما الكلف، إحنا قلنا قبل كده يا مدام أمينة، الكلف بنجيب المرة وهتخلط تعجن مع حمض البوريك، المرة مع حمض البوريك هتعجن، هتبقى عاملة زي الكريم تماما، هنضعه على أماكن الكلف لمدة نصف ساعة مع مراعاة تنظيف هذا المكان قبل الاستخدام وبعد الاستخدام بقطنة مبللة بماء الورد. التوالي على استخدام هذه الوصفة إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة مع بعض، وهتجد إن شاء الله إن الكلف هيبتدي يقل، وأسأل الله العظيم إن هو يروح خالص مع حضرتك.